السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. مبروك عليكم رمضان بالصحة والسلامة، إن شاء الله يتحقق جميع أمنيات ديالكم بإذن الله. كنا نعتذر على هذه الغيبة فقط لظروف. إذا اليوم كيف ما كتلاحظوا معنا في السبورة، عندنا إن شاء الله الكمالة ديال واحد الضرف في اللغة الإنجليزية، هو the simple past. okay simple past okay دونك في الدرس، واحد الدرس يعني القديم كنا درناه، كنا هضرنا على simple past، ولكن هضرنا على regular verbs اولا لي فيرب ريغولي، يعني لي فيرب اللي كنزيدو ليهم اي دي في الاخر. يعني اللي بغى يشوف الفيديو راه كاين في القناه. اذا اليوم غادي نشوفو irregular verbs، لأن في اللغة الإنجليزية the simple past عندنا two types of verbs، عندنا regular verbs وعندنا irregular verbs. اليوم ما شاء الله نخصوه irregular verbs. إذا شنو هو simple past؟ بعدا ندير واحد التذكير. simple past هو it's a tense، هو واحد لو طون وي يوز ات، كنستعملوه تو اكسبريس، باش نكسبريميو ان اكشن ذات هابند ان ذا باست، باش نكسبريميو ولا باش نهضروا على واحد الاكشن، على واحد الحدث وقع في الماضي، هابند ان ذا باست، هذا هو سيمبل باست. اذا irregular verbs، علاش تسموا هاد الفيربس irregular؟ راه كاينين بزاف، كاين عندنا ا لونغ ليست اوف irregular verbs. علاش تسموا irregular verbs؟ لان their form change، لان لا فورم ديالهم كتبدل، ما كيبقاش نفس لو فيرب، لو فيرب لا فورم ديالو كتبدل. بحال دابا هنايا verb to buy، to buy هي تشري، to buy in the past الا بغيت نقول راه شريت غنقول bought، I bought. دونك شتو كيتبدل لو فيرب، داكشي علاش كيتسمى irregular verb. اوكي to buy bought، to bring هي جيب، brought okay brought the past ديالو هي brought، to think thought okay to catch caught. انا حاولت ما امكن انني اجمع هاد لي فيرب في اون ليست باش يسهل عليكم الحفظ ديالو، لانه ضروري يعني هادو خصهم يتحفظوا عن ظهر قلب ولا بخاتيك، بلا بخاتيك غادي تحفظوا وغادي يوليو عندكم يعني سلسين، يعني دغيا توليو تعرفوا تقولوهم بدون مشكل. دونك تو كاتش كوت، يعني حاولت ما امكن نجمع هادو اللي كيساليو اوت 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 هنايا في هاد لا ليست الصغيره ديال هاد لي فيرب. ونشوفوا دابا لي فيرب الاخرين، تو بلو بلو، دونك شفتوا كتساليو بلو، تو بلو بلو، تو نو نيو، يعني تو بلو هي شي حاجه اللي تفرقعات، بلو to know new okay to know تعرف شي حاجه new في الباسي نقدر نقول I knew it، كنت عارفاها I knew it. to throw يتلوح، to throw through هي رميت، to throw يتلوح شي حاجه، through the past ديال to fly طير، to fly flew okay to fly flew. for example I flew to New York yesterday، البارح يعني مشيت لنيويورك. نستعملو fly إذا بغينا نقولو أننا غنمشيو غنسافرو هنا بالطيارة، بالطائرة I flew to this place ولا I flew to that place، it means أنك سافرتي بالطيارة. دونك هادو واحد لا بخوميييغ ليست، هادي لا دوزيام ليست، دابا غنمشيو لا تخوازيام ليست، بقاو معايا إن شاء الله نشوفو لا تخوازيام ليست. إذا عندنا عاوتاني هاد لي فيرب، هادو فيربس، هادو مهمين جدا، يعني كيتستعملو بزاف في ال daily ديالنا في everyday life. دونك to do هي تفعل، تدير شي حاجة، to do the past هو did، دونك شتو الفيرب كيفاش تبدل كومبليتمون تقريبا، يعني to do did، to have يعني يكون عندك، to have had، to go went، هذا تبدل يعني 100%، to go went، to eat ate، like ate I ate a banana yesterday for example،
أكلته شي حاجة، أكلته هي ate. alright نشوفوا عاوتاني الليست الأخرى. to keep يعني أنك تحافظ على شي حاجة. الباست ديالها هي kept. to sweep swept. to sleep slept. to feel felt. to feel it has. to build يعني يعني تبني. built to lose lost. okay دونك كما كنشوفوا كتسالي ب ت ت ت ت ت ت هادو كيساليو ب بي ان تي. هاد ثلاثه هاد لا كاتيجوري عندي هاد الكاتيجوري تاعي كتسالي ب ال ان تي built and felt. هنا اس ان تي المهم كيساليو كلهم تقريبا ب تي، كلهم كيساليو ب تي. اوكي دي اذر كاتيجوري اللي هي عندنا هنايا. هنا لو فيرب ما كيتبدلش نهائيا. فور اكزامبل تو كوست هي كوست، دونك كتبقى كوست في ذا باست. اوكي تو كوست يعني الثمن شحال كتسوى. تو كات تقطع كات. تو هيرت جرح هيرت. تو بوت تحط بوت. يعني كاينين واحد مجموعه ديال الفيربز لانهم ما كيتبدلوش نهائيا كما شفنا في هذه الكاتيجوري هذه. سو هادو خصهم ضروري تحافظوا عن ظهر قلب باش الواحد ما يوحلش فاش يبغي يعبر على راسه. وهذا الشيء اكيد كنهضروا على هنا كنستعملوا هاد لي فيرب الا بغينا نهضروا في الافيرماتيف فورم. هنا في الفورم ديال الافيرماتيف. اوكي الفورم ديال افيرماتيف يعني الا بغينا نهضروا على شي حاجه. فور اكزامبل اي went to the store yesterday. اوكي في النيجاتيف وانتروغاتيف غادي نشوفوهم ان شاء الله. هاد لي فيرب هنايا كما كتشوفوا معايا to break كتولي broke. to break تهرف broke. to speak تتكلم spoke. for example I spoke to her yesterday هضرت معها البارح. to choose تختار chose. okay the past is chose. to bend bent. so bent is the past. دونك دي كيولي تي. to lend lent it's the same. to spend spent. for example غنقول لكم I spent 50 dirhams last week. okay I spent يعني خسرت. to send عندك تصفت sent. I sent an email to my friend last weekend. okay I sent صفت email to my friend الصديقة ديالي last weekend. okay دابا غادي نشوفوا يعني النيجاتيف فورم اند الانتروغاتيف فورم. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا 3 ديال لي فراز 3 sentences. alright so first sentence I didn't send ما صيفطش. I didn't send هنا اللي كيهمنا هو بغينا نشوفوا الفورمز. كما قلنا في اللغه الانجليزيه عندنا 3 فورمز. عندنا الافيرماتيف فورم نيجاتيف فورم انتروغاتيف فورم. اوكي دونك هنا اشمل فورم عندي I didn't send. so I didn't send I didn't يعني هنايا عندي نيجاتيف فورم لان استعملت verb to do in the past didn't. to express negation باش نكسبريمي نيجاسيون باش تقول ان هاد الحاجه لا راه ما درتهاش. I didn't send في ديجا شرحت على نيجاتيف فورم يعني بحال regular verbs ولا irregular verbs عندهم نفس القضية عندهم نفس يعني سواء في الأفيرماتيف ولا النيجاتيف نفس الحاجة. والفيرب ها هو ما يعني كيكون الفيرب في الانفينيتيف فورم ديالو ما كيكونش مصرف داكوغ ما كيكونش مصرف نهائيا لأن verb to send إلا جينا نصرفو حنا في the past شنو غنقولو في الأفيرماتيف فورم غنقولو I sent يعني في الافيرماتيف فورم نقول I sent an email to my friend. okay I sent صفتو ولكن هنا في النيجاتيف فورم I didn't send نيجاتيف بغيت ندير نيجيشن فاش بغيت الا بغيت ندير نيجيشن كنقول I didn't send. لو فيرب كيبقى هو هو ما كيتبدلش ما كيكون عنده لا تي لا حتى حاجه كيبقى هو هو. okay كيرجع للانفينيتيف فورم ديالو كيبقى في الانفينيتيف فورم ديالو. the same for interrogative form. If I want to ask a question, for example, I want to ask a question, so I'm gonna say
Did you eat sushi yesterday? واش كليتي السوشي البارح؟ Okay. So هنايا إلا بغيت ask a question in the interrogative form I use did. كنستعمل did هي باش كنبدا عند personal pronoun والverb. Donc did you eat? الverb كاين في infinitive form. Okay. So الverb كاين في infinitive form ديالو ماشي نقول I ate. Did you ate? No. Ate كتستعمل في affirmative form. يعني فاش كنكونجيغو لو فيرب ديما في الافيرماتيف فورم في لو فيرب كنقدروا كنكونجيغو في ذا باست ولكن في النيجاتيف الانتروغاتيف ذا مين فيرب لو فيرب يعني برينسيبال ما كيوقع لي كيطرا عليه التغيير. اوكي سو ديد يو ايت سوشي يسترداي؟ اوكي اي ديدنت جو تو سكول لاست فرايداي يعني ما مشيتش للمدرسه لاست فرايداي. اوكي دونك هذا هو يعني هادو هما يعني نفس بالنسبه للنيجاتيف فورم انتروغاتيف فورم يعني راه بحالو بحال ريغولار بحال ايريغولار فيربس. اوكي فنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا يعني الكمال ديال سيمبل باست لان ما كنتش كملت معكم سيمبل باست. ان شاء الله يعني الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون عباره على دي زيكزارسيس سوا في regular verbs simple past وإن شاء الله مازال we will move with other lessons بإذن الله. حطوا لي يعني في التعاليق شنو هما lessons نتوما اللي بغيتو وإن شاء الله غادي نحاول نلبط الرغبات ديالكم والطلبات ديالكم بالنسبة للليسنز ديال اللغة الإنجليزية. شكرا لكم بزاف ورمضانكم مبارك سعيد.